اهلا وسهلا ومرحبتين، بتمنى تكونوا بخير بألف خير كلياتكم. في هيدا الفيديو راح اشرح لكم عن كيفية ايجاد وكالة الازياء في جوجل، يعني بالبحث فيكم تبحثوا بالانترنت وكيف تلاقوا وكالة ازياء. انا شرحت هيدا الموضوع في فيديو سابق، بس مع الاسف في كتير من الشباب والبنات حاولوا يلاقوا وكالة ازياء بس ما لاقوهم، فانا مشان هيك عملت هيدا الفيديو مشان اوضح لكم الصورة وارجيكم بالتفاصيل كيف فيكم تلاقوهم. فضلوا معي وشوفوا الفيديو للاخير. هلا دخلنا على جوجل، كل واحد فيه يختار البلد اللي بده يبحث على وكالة الازياء. هونيك انا اخترت اسطنبول عشان انا ساكنة هون، كتبت best agencies in اسطنبول. رح يطلعوا لي كتير مواقع لوكالة الازياء ورح اختار منهم. اول موقع قدامي هلا رح اختاروا عشان في كتير وكالات، كيف ما بتشوفوا قدامكم هلا في كتير اسامي وكالات ازياء وفي جنبهم السيت ويب تبعهم، يعني فيكم تدخلوا ديركتلي للموقع الوكالة. والجنب الثاني في خريطة لأماكن وكالات ازياء، وكل وكالات الازياء الموجودة في اسطنبول موجودة في الجزء الاوروبي. وكيف راح تعرفوا الوكالة معروفة او لا؟ كيف ما بتشوفوا هناك النجوم، بقدر شهرة الوكالة النجوم تحت موجودين، فانتو فيكم تعرفوا هيدا الشيء. وكمان تحت بالجوجل في رقم 1 2 3، هناك فيكم تقلبوا الصفحات عشان في كتير اسم وفي كتير وكالات كيف ما قلت لكم. هلا راح نطلع وراح نختار وكالة وراح ندخلها وراح ورجيكم كيف فيكم تلاقوا البريد الالكتروني الصحيح للوكالة. هلا راح نشوف وكالة قدامنا، نختار اول وحدة فاشن موديل اجنسي. في اللغة انجليزي وفي لغة تركي، فلازم تتعلموا انجليزي عشان الموضة والفاشن كله بالانجليزي. هلا رح ندخل على الصفحة، فالصفحة فيها الهوم والويمن والمان ودريكت بوكينج وفيها اجنسي وكونتاكت. نحنا بدنا الكونتاكت، فالمهم بشرح لكم شوي شو موجود. الهوم فيها تعريف كامل للموقع، الويمن فيها صور البنات وقياس جسمهم، فيكم تختاروا البنات الموجودين، والمان كمان نفس الشيء العارضين. ديركت بوكينج هن العارضين الازياء الموجودين بالوكالة هلا، والاجنسي المعلومات عنه، واخر شيء الكونتاكت هو اللي بدنا نحنا. هلا رح ندخل على الكونتاكت. كيف ما بتشوفوا في موقع الوكالة، يعني المكان الموجود فيها الأوفيس تبعهم، فيكم تروحوا لإله. في رقم تليفون تبع الوكالة وفي البريد الإلكتروني تبع الديركتور وانترناشونال بوكينج. انتو لازم تكتبوا رسالة إلى الانترناشونال بوكينج، هو المختص بالعارضين الأزياء الجدد من العالم كلياته، فهو اختصاصه العارضين الأزياء. فيكم تتواصلوا معه وتكتبوا له رسالة، وانتو بتعرفوا الرسالة شو موجود فيها. شوفوا هالبنت 1.76 متر وبتلبس سايز 36 و 38. نشوفوا كمان بنت تانية، انا هلا بورجيكم عشان تعرفوا الطول، يعني البنات بيقولوا لي بيقبلوا 1.68 متر و 70، يعني سوري ما بيقبلوا هيدا الطول، يعني بيقبلوا بس الوكالات اللي مو معروفة اللي ما عندها كتير بنات، فبتضطر تقبل اي شكل. فهون هاي الوكالة كتير معروفة ومشهورة وعندها السيت هون بتركيا، فشوفوا القياسات لجسم البنات، يعني من 1.75 متر، وبتلاقوا قليل عندها 1.75 متر، يعني من مثل 76 77 78 80 81، ماكسيموم البنات يعني 82. والقياسات السايز تبعهم 36 يعني سمول، 1.76 متر، كمان تلبس 36 و 38. انا بدي اعطي فكرة صغيرة، قياسات الجسم انتو بتعرفوا اكس سمول وسمول وميديوم، في بنات بتلبس اكس سمول وسمول، في بنات بتلبس سمول وميديوم، وفي بنات بتلبس ميديوم و لارج، يعني فيها تلبس
40 وفيها تلبس 38، وفي بنات بتلبس 36 وفيها تلبس 38، وفي بنات ما فيها تلبس 38، فيها تلبس 34 و36. يعني هون بيحكوا على البنات اللي بيلبسوا 36 و38، يعني ما بين 36 و38، يعني بيجيهم 40 كتير كبير وبيجيهم 34 صغير. المهم بس مشان تعرفوا هالمعلومة. هلا بندخل على الشباب. اول شي شوفوا اشكال الشباب، البروفايل تبعهم يا شباب، شوفوا الصور اللي فيكم تعملون بالبوك، شوفوا الطول. الشباب كمان بيقولوا لي 1.70 و75 و80. اقل شي طول عند الشباب هو 1.82، وشوفوا هيدا عنده 1.85. بيساعدوكم هيدول الصور مشان تعرفوا البوك كيف رح تصوروه، تاخدوا فكرة على الموضوع. المهم شوفوا هيدا طوله 85 متر و85، وكلياتهم الشباب بيلبسوا بالسوت 48 و50. شوفوا الصور هيدول فيهم يساعدوكم عشان البوك تبعكم. شوفوا هيدا كمان 1.85، شوفوا صوره. نختار كمان واحد، شوفوا هيدا 1.83 والسود 50. نشوفوا كمان واحد تاني، نختار هيدا، شوفوا 1.87 والسود 50، يعني السود ما بين 48 و50. بندخل لموقع تاني، في كمان كتير وكالات رح نشوفها كلياتها كيف ما بتشوفوا هلا. دخلنا لهيدا الموقع، في كتير اسامي وكالات بكل تركيا، كل انواع. انتو فيكم تختاروا الوكالات اللي بدكم وتدخلوا على الانستغرام وتدخلوا على الفيسبوك مشان تتأكدوا وتشوفوا صحة ومصداقيتهم. هلا رح نختار ضمان، هاي اجنسي خاصة بالشباب، منشوف اسمها، بعدين رح نفتح صفحة تانية كيف ما بتشوفوا هلا. انا بفتح صفحة تانية وبكتب اسمها مشان يطلع للموقع الرسمي تبعها. هلا دخلنا على الصفحة كيف ما بتشوفوا، خاصة اكتر شي بالشباب اكتر من البنات، هيدي الوكالة. دايما رح تشوفوا هيك، يعني بكل وكالات الازياء نفس البروجرام عندهم، بيورجوكم صور العارضين. شوفوا البروفايل تبعه، شوفوا طوله. هاي وكالة تانية 1.85. بعدين كونتاكت، دايما بالكونتاكت روحوا للبوكينج، دايما موجود البوكينج. البوكينج كيف ما بقلكم دايما هو اختصاصه البحث عن عارضي ازياء الجدد بالعالم كلياته. فيكم تبعتوا له الايميل، والرسالة اللي بقلكم دايما نفس الشيء، يعني ابعتوا كل معلوماتكم. الاشخاص اللي ما شافوا شو لازم تكتبوه بالايميل رح حط اسفل هيدا الفيديو كيفية كتابة رسالة الكترونية لوكالة ازياء، فيكم تدخلوها وتشوفوا كيف لازم تكتبوا الايميل صحيح، عشان هو كمان عنده قواعد وقوانين ومعايير خاصة. شوفوا اشكال عارضي الازياء وصورهم. كيف ما بقلكم دايما اعملوا بالبوك تبعكم الصور اللي بالاسود والابيض، كتير حلوة وكتير بتزيد يعني جمالية للبوك تبعكم. لما بتشوفوا هالقياسات رح تاخدوا فكرة على المجال، ورح تاخدوا فكرة شو لازم يكون جسمكم، يعني كيف رح يكون جسمكم وكيف رح يكون شكلكم في الصور. واذا واحد عنده مشكل بجسمه ولا شيء، في يعمل رياضة مشان يزبط جسمه. وكمان اذا ما بتعرفوا كيف تعملوا بالبوك بصوركم، هون فيكم تاخدوا كمان فكرة على الصور، وكمان فيكم تاخدوا فكرة على وضعيات تصوير خاصة بالشباب. طوله 1.87 والصوت يعني 48، نفس كل وكالات الأزياء بالعالم عندهم نفس القياسات. شباب
أقل شيء 1.82 متر، وقياسات الجسم 48 و50 في الصوت. فأنا هلأ خلصت معاكم الفيديو، بتمنى تستفادوا منه. حاولت بسط قد الإمكان مشان تفهموا شو أنا بقول. كيف ما قلت لكم، فيكم تلاقوا وكالات الأزياء عن طريق الجوجل وعن طريق البحث في الجوجل، ولما بتلاقوا الأسامي فتشوا عن نجوم إذا هي كتيرة أو لا. فهيدا المعيار فيه يفيدكم إذا بدكم تعرفوا إذا الوكالة مشهورة أو لا. والمهم اكتبوا بالجوجل باللغة الإنجليزية، عشان اللغة الإنجليزية هي لغة الفاشن والموضة بالعالم كلياته، لا تكتبوا بالعربي. فهيدي النصائح الأخيرة اللي فيني أقولها. مع السلامة ورمضان كريم للجميع.